ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ፈተውትን ሎሚ ዕለት 13 ነሓሰ 2022 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ሰዓት እዚ ምስሉ ኩነታት ሃገርና ዝኸይድ ምዕዳል ማይ ድዩ ምዕዳል ሽሮፖ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ንክትከታተሉና ከዓ ኣቐዲመ ብክብሪ እዕድም። እምበኣርከስ ንዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብፍላይ ከዓ ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ምዘለኻ ኤርትራዊ እዚ መልክዕ ናይ ሃገርና ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕኹም ዘሎ ልቢ ንዘለዎ ኤርትራዊ ክስቆረኹም ዝኽእል ኣይንስሕቶን። ልቢ ዘይብሉ ሃገር እንተፈረሰ ትፍረስ፣ እንተዓነወት ትዕኖ፣ ህዝቢ እንተተሰደደ ይሰደድ፣ እንተጠመየ ይጥመ፣ እንተፀምአ ከዓ ይፅማእ፣ ኣይግድሰናን እዩ ዝብሉ ሰባት ከም ዘለዉ ከዓ ንፈልጥ ኢና እሞ ምናልባት ኣብ ልቦም ክምለሱ ኩነታት መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ኣፀቢቆም ክፍትሽዎን ምዛዕቡ ክሓስቡን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጊምና ክንዘኽር ንደሊ። እምበኣርከስ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ምስሉ ኩነታት ሃገርና ጥራይ ዝዛመድ ስለ ዝኾነ ምዕዳል ማይዶ ምዕዳል ሽረቦ ዝበሃል እዩ። ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ኣስመራ እታ ርእሰ ከተማና እታ ዝዓበየት ከተማ እንብላ ዝበዝሐ ህዝቢ እውን ዝነብረላ ከተማ ኣስመራ እያ። ከተማ ኣስመራ ምናልባት ንእሽተይ ኣብነት ጥራይ ጥቕስ ጥቕስ ኣቢለ ክሓልፎ ከተማ ኣስመራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ከመይ ነበረት? ከተማ ኣስመራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንግሊዝን ኣብ ስርዓት ሃይለስላሴን ከመይ ነበረት? ኣብ ደርግን ኣብ ህግ ደፍን ከኸመይ ኣላ? እዚ ፈላሊና ክንሪኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ንዓኹም ነቶም ኣቱም ሰብ ፀጋ ናይ ዕድሜ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ኣስመራ ትፈልጥዋ፣ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ንሪኦኹማ፣ ሕጂ ኣብ ዘበነ እስያስ ከዓ ተመላሊስኩም ትሪእዋ ዘለኹም ሃገርኩም ከተማኹም ከመይ ዝኣመሰለ መልክዕ ሒዛ ከም ዘላ ብሕልናኹም ተትፈርድዎ ፅቡቅ ምኾነ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገርና ዘላቶ መልክዕ ጓል ክንደይ ትመስላ ኣላ ኤርትራ። ብዙሕ ምክንያታት ክመፅእ ፅኒሕ፣ ብዛዕባ ማይ ከይትዛረቡ፣ ብዛዕባ ባኒ ከይትዛረቡ፣ መብራህቲ ከይትዛረቡ፣ ብዛዕባ መድሃኒት እውን ከይትዛረቡ ዝኸበዶ እንተልየ ብሕማም ከዓ ማጨሎት ከይዱ ተሓፀብ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ። እምበኣር እዚ ትኽክለኛ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ተርእዮ ምክሓድ ነዚ ንመንነትካ ምክሓድ፣ ንታሪክ ምክሓድ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበኣር ሕጂ ኣስመራ ካልኣይት ሮማ ትበሃል ነራ ቀደም፣ ሴኮንድ ሮማ። ሕጂ ኣስመራ ካልኣይቲ ቃሩራ ወይ ካልኣይቲ ናቕፋ ተበልናያ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ከዓ ብመደብ ዝተሰርሐ ጉዳይ እዩ፣ ብገርሂ ኣይኮነን። ኤርትራውያን ክነስተውዕለሉ ዝግባአልና ከምዚ ብጠንቂ ናይ ወያነ ዝመፀ፣ ብጠንቂ ናይ ትግራይ፣ ብጠንቂ ናይ ኩናት ዝመፀ ጉዳይ ኣይኮነን። ብመደብ ዝተሰርሐ ጉዳይ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ውጥን ናይ ዓድሃሎ ኣስመራ ልክዕ ምስ ቃሩራ ወይ ምስ ናቕፋ ሓንቲ ክትከውን ከም ዘለዋ መደብ ናይ እስያስ እዩ።
أقدم أبيلات سرحكو فيديو ذكر أبتي زنوري فيديو غا كحساي قولي هوت أم حضاري أو زوبا ما أكل أو زنوري اللي قزي بتحري زمسي أم حضاري كذا ما اسمرا أبتو وانتي كحساي قولي هوت أم حضاري زوبا ما أكل أو زنوري اللي قزي بتحري غا أم حضاري كتما أسمرا خوون ميجر جنرال رمضان أولياء بيسياس مستصوعي رمضان أم حضاري نايزا ختما نخوون نيسياس أبي وو كم زنبرا نسمع كاب عقمين لعلي أي تهابن ودا فوركي أنا تواقع أي أنا ناي كبيد برد أنا ناي تان كتات قد دايمبر ناي كتما أسمرا من محضر معي عقمي أيكونن أبتو سرحلو زغل دا أتوانن برئزي أنا زغورو أيكون كون إلو خمز نبرة ومنات من كتا تحبير منها إيسي أزبارون تايو كلتا نقراتيو حادة نسغس كاب كحساي دو كي تحمق إلو كاب كحساي دو كي تحمق مالت كحساي حمق إيو مالت نديو حجي كاب كحساي دو كي تحمق حزالة كان أي نقر انتاي دي مثلا كاتشقر ولا حانتي نسمرا كوالك معارا ناقفا خاتملسا ناب ناقفا بدرجة ناقفا كو خاتملسا نزل مقبار قاع عايز قم كاني وكم زبالة من أربعة رمضان أولياء عيد من تعلن أنت يبو أبزنا يفتح زمن نتركيبو بعلو كم سكول صغير ودايو أم بعد مس كم زيد حواوش صغير حج كله تدي أكيد أن إعلاما إتمدبات بمدب كله زيد مقبار زلمبر بجره ويبخال أيقونا سلزتي معدل ما يديو ويعدل شربونه ولا زلنا أبكتما سمرة أبز حلفاء وارح نحنت جزا وين حنت سدرا بيت حنت برميل نغلت تسمون حد حدا غا حنت برميل نسال تسمون تعدل كم زنا ورد أسمرا بس هي مستمر سو سبات زمسكروا قدايو تسدرا بيت كل عدها اللوا حمات هاللوا بزي قدس تحنت برميل لك كم شربوا بمغنن بخبا يخسته بتاني كاز يكون ويبا عبي مقدح زي يكون ببكير يخص ستة مالتي أبتا سدرا بيت غير التسمون إنزي مبار تحجي معدال مايدي ويس معدال شربون ولا زلنا ريني أبتا حرف أوان أبتا سعان أربعة كتاب تسعان شو منتزن ورا ناي مايا كايدا انتاي مسل نير ديجات أتنا رسيحي نيرو نوي حمتات شكاس لازم الأخص الرقال لوو إتي بقزيت إليان استسرحت البوتات سلز أرقى حمد سلز بلعو تفحي روخ إيرا الله تفحي له كفل ماي مزاقا جابيت كن بيزا أكل قدا قد توقعيتو أبتو أوان تذكر النغا كم حنكل حنكل اللي تايز غرب زنوري حنكل حنكل اللي تايز سنة بيتي بالمو أبسومن أبسومن مدبحت تقبر كتما فلوت اللي بحال نيرو غنياتو لومي سوني انتا دا كفل ماي كوعيتو موليم كوينو دحري حادو سومن كا تليكومنيكيشن مزيم يغوعتوا اندغنا دحر حد سومن كا خالوت مزيم يخوعتو تمالي سوم تملاي ماي قاعد حر حد عمت مل سوم خوعتو ازي هجي من كلالو وي ناي رئيس زغودلو من محدار كم زنبره بس اقات امزي كغلس دلي امبار مس كمزي تزامي دي هجي معدل ما يدي ومعدل شربو زبهار زلو غزي امز حلفي عمتات بوزي حكوابيتات ناس مرا بعربيا فرس ماي كغز كم صنحر ينايو حنت برميل كندي تبزح نفس وقف تغمط يا سمرا زو مسكر حقي اتي ماي بعرب يا فرس مسكا صريتو زي حلوه كاب علاتات استغره قليو تشوام قليو رس حسها زلو حزب كن مرجع سلازي يبلو بز غير خطكمن نزم ماي زخستن تغديدو از غالك ابتي غزي سورا حزبي اطراف زنور لو غزي اون زير هو چنقتيو كمزا انسله حساه ماي چناو ماي نسوت يلو غزي سورا ازي وحدين يرو حج هالك اب زبن بلقات تمليسكم زلو حزبي اطرا نري زلنا قداي كوم سلاز خونا غايو اب استفال علي خبابيتات ني اسمرا بفلا هي صارت وصات حمام بزيح غزي خمال على اسكم صنحه كوم اون ناي استفال علي عينت حمامات سعلات ابو زحات هصانات كم زلو مدهانيت كهم زي ترهبلو
ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ዝመፁ ሰባት ዝሕብሩና ዘሎ ጉዳይ እዩ። እምበኣር ሕጂ እቲ ምዕዳል ናይ ምንታይ እዩ? ማይ ድዩ ዝዕደል ዘሎ ወይ ሽረቦ? ህዝቢ ኣስመራ ብውሕዱ ማይ ወይ ዝናብ ናይ ኣባጅጎ ክመፅ ከሎ እቲ ሓንቲ መስተርሆ ዝረክበላ ጉዳይ እዚኣ እያ። ኣብ ገለገለ ከባቢታት ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ቪላታት ዲጋታት ወይቲ ዒላታት ኣብኡ ስለ ዘስርሐ ሲስተሪና ዝበሃል ኣብኡ ስለ ዘስርሐ ካብኡ ብዙሓት ሰባት ይጥቀሙ። እቲ ዝመፅእ ማይ ናይ ኣባጅጎ ከዓ ብሓባር ይጥቀምሉ። እዚ እውን ንዝስተን መሕፀብን መስርሒ መግብን ከም ዝኸውን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ማይ ኣባጅጎ ከመፅእ ከሎ በርሚል ዘለዎ፣ ሳንኬሎ ዘለዎ፣ ፊስቶ ዘለዎ፣ ጀሪካን ዘለዎ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ታኒካታት ከይተረፈ ክምላ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ምዕዳል ናይ ቦጣት ምዕዳል ማይ ድዩ ምዕዳል ሽረቦ? ንክልተ ሰሙን ንክሰለስተ ሰሙን ሓንቲ ስድራ ቤት ሓንቲ ቦጥ ክትመፅእ ከላ በርሚል ሓንቲ በርሚል ክፅበ ዝሕልፎ ግዜ ከቀሊ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን እዚ ስርዓት እዚ ናትካ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ዓዳ ኣሎ ነቁጡ ዘሎ ኣረሜን ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሊ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ብማይ ፅምኢ ጋሕ ይበል፣ ብጥሜት ይለቁመፅ፣ ብሕማም ለበታታት ከይተረፈ መፂ ይወዳ እዮ። ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ምጉዳል ህዝቢ ናይ እስያስ ስለ ዝኾነ ንዑ ይሕግዝ እምበር ኣንፃሩ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን እዩ። እምበኣር ሕጂ እቲ ምዕዳል ማይ ድዩ ሽረቦ ንብሎ ዘለና ከምዚ ኣብ ተፈላለየ እዋን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝመፅእ ስእልታት ትርእይዎ መናብሮ ናይ ኣስመራ እንታይ ይመስል ኣሎ? መኪና ዘይትረኣየሉ በጀካ ዓረብያ ሰባት እውን ወላ ንሆስፒታል ኢመርጀንሲ ኣምቡላንስ ዓረብያ ኮይነን ከም ዘለዋ ከዓ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ንምግልጋል 30 ዓመት ዝተጋደለት ሃገር እያ። ኤርትራ ናፃ ንምዃን ልዕሊ 65 ሽሕ በራውር ደቃ ዝኸፈለት ሃገር እያ። ኤርትራ ብውርደት ብስደት ብመግዛእትን ብመግረፍትን ብቤት ማእሰርትን ምእንቲ ናፅነት ዝማሰነ ህዝቢ ዝነበረ ሃገር እያ። ኤርትራ ንሰላም ኣምባሂዋ፣ ኤርትራ ንፍትሒ፣ ንዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንብልፅግናን ንዕብየትን ኣምባሂዋ። ኤርትራ ኣምባሂዋ ተሪፋ እምበር እቲ ኩሉ ዝተመነቶ ነገር ኣይረኸበትን። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ትኽክል ኣብ ዘበነ ህግደፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነብር ዘሎ ዝተዓፅ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ፣ ክፅሕፍ ኣይክእልን እዩ፣ ሓሳባትን ክገልፅ ኣይክእልን እዩ፣ ብቕዋም ክመሓደር እውን ኣይክእልን እዩ። ብትእዛዝ ናይ እስያስን ብናይ እስያስ ምምሕዳርን ጥራይ እዩ ዝነብር ዘሎ። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። እስያስን ህግደፍን ከዓ ቅድሚዚ ኣብ ትግራይ ዝፈፀሞ ጀኖሳይድ ኣብ ኤርትራ ዝፈፀሞ ጀኖሳይድ ስውር ጀኖሳይድ ክንብሎ ንኽእል። ህዝቢ ጠፊኡ፣ ብቤት ማእሰርትታት ሰብ ባዕሊ ቅሊቑ፣ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ሃገር ሰብ ዝግረፈላን ዝቅጥቀጠላን ዝሞተላን ዝሃድመላን እምበር ኤርትራ ናይ ብሓቂ እቲ ኣዝያ ዝኸፍአት ንምርኣያት ተፀይነካ ሃገር ኮይና ዘላ መሬት እያ። ስለዚ እቲ ምዕዳል ማይ ድዩ ሽረቦ ኢልና ዘለና ሕጂ ልክዕ እዚ ሽረቦ ዳ ከምኡ ጌርካ በብብኬር ዝዕደል በብሓደ ጥርሙስ ዝዕደል እምበር ማይ ብከምዚ ክዕደል ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። እሞ ከዓ ናይ ህይወት ጉዳይ፣ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ፣ ናይ ቆልዑት ጉዳይ፣ ናይ ሓራሳት ጉዳይ ንህዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ክረአ ከሎ እምበኣር ሕጂ ኤርትራ ልክዕ ኣብ ሲኦል ከም ዘላ ዳ እምበር ኣብ ዝኾነ ይኹን ንቡር ህይወት ከምዝየላ ነፍሲ ወከፍና ንምስክሮ ዘለና ጉዳይ እዩ። እምበኣር ከስ ምዕዳል ማይ ድዩ ሽረቦ ዝብል ንሎም መዓልቲ ዘቕረብኩልኩም ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ። ህድእ ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ንኻ ብልበ ኣመስግን። ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።